إذا من البداية علشان لا تكتب لي في التعليقات أو إنك تزعل أو تتضايق إذا كنت تعتقد إنه هذا وتجي تكتب لي إنه هذا كليك بيت والعنوان ما له علاقة في المقطع، إذا كنت تنتظرني إني أقول لك 10 أو 20 عملة تكتب مفارقة ويتفجروا 50 إكس أو 10 إكس أو 30 إكس، فهذا الشيء ما هو له علاقة بالمقطع، ولا أنا راح أضحك عليك ولا أضحك على نفسي، لكن المقطع هذا علشان أعلمك شيء جدا مفيد وعلشان أوضح لك نقطة جدا مفيدة. عملاتك الرقمية نزلت ممتاز، محفظتك الاستثمارية قيمتها السوقية نزلت ممتاز، حاسس انك وصلت لنقطة الصفر مرة ثانية ممتاز، الان روح افتح لابتوبك جيب ورقة وقلم وابدأ اكتب خطتك والبورتفوليو والمحفظة الاستثمارية الجديدة للبول رن القادم، وغير عقلك وتفكيرك من مستهلك الى منتج. هل صعب انك تكون محفظة استثمارية تتكون من 10 الى 50 اكس؟ خليني أقول لك على شيء، الناس اللي دخلت في 2018 بداية البير ماركت السابق ما هو الآن، في البول رن قبل ما ننتهي، البول رن السابق قبل ما ننتهي لما وصل بيتكوين 70,000 دولار أمريكي، هذول الناس تضاعفوا محافظهم بمعدل 30 إلى 50 إكس أو ضعف. بلاش أقول لك من 2018 لأنها مرة بعيدة، الناس اللي دخلت في الكوفيد كراش أو في الهبوط حق كوفيد خرجت لما وصل البيتكوين أوجه عند 70,000 دولار أمريكي بثلاثين إلى 40 إكس. فهذه الفكرة اللي أنا حاب أوصل لك هي، كثير من الرسائل اللي تجيني أنا محبط أنا زعلان، مع إنه الكثير من الناس هذه هي اللي دخلت في عام 2017، يعني حتى في حمام الدم الحالي هم أصلا محافظهم متضاعفة بشكل مجنون ورهيب. فأنا قاعد أسأل نفسي، وهذه رسالة تحفيزية لنفسي قبل ما تكون لك أنت، هل أنا ممكن أبدأ الآن محفظة استثمارية أو بورتفوليو خلال البول رن القادم اللي ممكن يكون بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنوات تضاعف 10 إلى 50 ضعف؟ ممكن في عملات، شوف شيبا على سبيل المثال، عملة ما لها أي داعي ولا لها أي فائدة، كم ضعف تضاعفت خلال البول رن القادم السابق؟ منطقيا منطقيا، بس أنت تحتاج أول حاجة، يعني حتى في دين الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا بالخير تجدوه، فالفيجواليزيشن أو إنك تبدأ تتخيل وتفكر إنه الخير جايك، هذه هي أول خطوة، إنه يكون عندك القدرة إنك تدخل هذه الفكرة في مخك. ثاني خطوة هي البحث، هي العمل، إنك تبحث وتشوف وتسمع هنا وتقرأ هنا وتشوف وتبدأ تكون البورتفوليو حقك، السعي. إذا أنت سعيت ربي راح يسعى معك، هذه هي الفكرة بكل بساطة. فكرتنا إحنا لما نيجي نحلل وضع السوق هو بس يعطينا توقعات، احتماليات، انه الاحتماليه الاكبر بامن الله سبحانه وتعالى راح يصير كذا، الاحتماليه على سبيل المثال الاحتماليه الاكبر انه نخرج من الترند السلبي الحالي ونبدا ترند ايجابي في نهايه العام الحالي بامن الله سبحانه وتعالى، هذه احد الاحتماليات. فالتحليل او خلينا نقول النظره للسوق اعتبرها كانها شمعه وانت في نفق مظلم، هذه الشمعه في يدك راح تنور لك متر حوالينك دائما ما يدور، ما راح يوريك نهايه الطريق. فلا تفكر انه في احد ممكن يعرف متى الركود بالضبط راح ينتهي، متى البول رن بالضبط راح يبدا، متى راح نخرج بالترند الإسائي السلبي أو ندخل في الايجابي بالضبط، متى القاع بالضبط، متى القمه بالضبط، ما حد يعرف. مجرد التحليل او النظر للسوق هي تعطينا فكره، تورينا حوالينا باحتماليات، وكذا احنا سوينا اللي علينا وكل شيء على الله سبحانه وتعالى. هذا اللي حاب أنقول، لأن تجيني كمية رسائل كبيرة، يعني كل يوم الصباح أفتح ألاقي كمية ناس محبطة بشكل جدا كبير. يا ناس إحنا في سوق، أنا من وجهة نظري صح إنه أخطر سوق موجود في العالم، لكن أكثر سوق ربحية موجود في العالم. صح إنه الخسارة تعتبر أكثر سوق خسارة في العالم، لكن أنت قل لي، هل تشوف الأرقام والتضاعفات والميات والإكسات هذه في أي سوق آخر؟ هل تشوفه في سوق العقار؟ هل تشوفه في سوق الذهب؟ هل تشوفه في سوق العملات الورقية في أي سوق آخر؟ لا. فزي ما السوق خطير جدا ويعتبر الأخطر حوالين العالم والأكثر خسارة حوالين العالم، يعتبر أيضا في نفس الوقت الأكثر ربحية حوالين العالم. خلينا الآن نحدث وضع البيتكوين والسوق بشكل عام، هذه رسالة حبيت أوصلها. كثير ناس يعني تجيني تقول أنا محبط، هل فعلا أنا أقدر أرجع أكون 10-20 إكس مرة ثانية لأن أنا شفت محفظة تطلع لين القمة وما بعد ونزلت الآن مرة ثانية لين خلينا نقول 1 إكس أو 0 إكس محل ما كنت، هل أنا أقدر أسوي هذه الحركة مرة ثانية؟ هذه رسالة لكم، نعم تقدر تسوي نفسها وأحسن، زي ما سويتها أول مرة أنت تقدر تسويها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وزي ما أنا أقدر أسويها أنت تشتفق عني، أنت قد تكون أحسن عمل وعلم مني أنا. نحلل الآن وضع البيتكوين بشكل عام. المعذرة انه ما في مونتاج حاليا والمونتاج ركيك نوعا ما، ان شاء الله بامن الله تعالى بكره رحلتي الى هنغاريا بامن الله ومنها الى بريطانيا ومن ثم الى ايرلندا، فيكون عندي مكان افضل للفيديوهات القادمه بمونتاج وشكل احسن. بالنسبه للبيتكوين راح ارفع امامك الصوره الان،
راح تلاحظ بداية الذوبان السعري للبيتكوين وكسر النمط اللي احنا تكلمنا عنه دائما. انت قاعد تتكلم عن تضخم في المملكة المتحدة وفي بريطانيا اكثر من خلينا 10%، الارقام بالضبط راح اكتبها في التليجرام. قاعد تتكلم 8.9% معدل التضخم في دول الاتحاد الاوروبي. قاعد تتكلم عن مشاكل سياسية جغرافية لم تحل الى الان، ركود اقتصادي عالمي. فعن اي ايجابية تتحدث يا رجل؟ يعني حدث العاقل بما يعقل. انت قاعد تتكلم خصوصا المون بويز، طيب انت قاعد تتكلم البيتكوين خلاص بس ارتفع شويه حنوصل ل70,000 80,000، ما هو منطق. انت تشوف هل المنطق حوالينك، انت حكم عقلك حكم المنطق، ما هو كل شيء تشات، لازم نشوف الامور اللي قاعده تدور حوالينك وتضبط الامور مع بعض. فهذا بالنسبه للبيتكوين، لا زالت الاحتماليه الاعلى هي الهبوط حتى النزول الى تحت ال 20,000 دولار امريكي بامن الله سبحانه وتعالى، وبعدها حنحدث ارقام دقيقه. يعني الارقام تحت ال 20,000 دولار امريكي هي ارقام دقيقه، واذا اردت تحديث ادق عن او شرح ادق للسيناريوهات هذه اللي موجوده على الشارت امامك راح تلاقيها في الفيديوهات السابقه، ما ابغى اطيل عليكم الفيديو. وايضا نلاحظ بجانب التضخم الاقتصادي المرتفع في جميع انحاء العالم رقم واحد، رقم اثنين الركود الاقتصادي الحاصل في الولايات المتحده الامريكيه، رقم ثلاثة الدي اكس واي الدولار الامريكي الان يحقق ارقام جدا ممتازه ويرجع يتماسك مواقعه في السوق. واحنا كلنا عارفين ان ايجابيه على الدي اكس واي والدولار الامريكي يعني سلبيه على البيتكوين والعملات الرقميه، فكل شيء يشير الى ان السيناريو السلبي لا يزال مستمر على البيتكوين والعملات الرقميه. ان شاء الله يوم الاحد راح يكون فيديو مفيد او تقني بشكل اكبر من الان. اتحال من اليوم الاحد ان شاء الله سيكون التحديث في التليجرام، حتلاقوا رابطي في التليجرام بامر الله سبحانه وتعالى. وقبل ما نختم حلقه اليوم لا تنسوني انا والديني بدعاكم اكثر من صلاه الحبيب عليه الصلاه والسلام. في امان الله.